ابتدى مشروع العماير اللي هنا. عملنا اول ما ابتدى الحفر بتاع العماير وابتدت معانا الميه تضخ فوق سطح الارض وزادت معانا ايه كميه الميه لغايه لما انت شايف المنظر الواضح قدامي. على الرغم من انه الميه الفحر اللي اتحفر للقواعد والاساسات بتاعت العماير 10 متر والحفر اللي اتحفر للخزانات بتاعت العماير برضو 10 متر. فاذا مفيش اي نقطه ميه ظهرت هناك. وكان بوجود السيد المحافظ جه مر في اللحظه دي ومدير اداره شبكه الميه ومسؤولين كثير من مجلس المدينه ومجلس القريه ووزاره الاسكان. كل المسافه اللي اتحفرت 10 متر لما جينا اشتكينا بالوضع اللي هو واضح قدامك بيقولوا انه دي ميه جوفيه. طيب ليه الميه الجوفيه ما وضحتش في ال 10 متر اللي هي اكثر عمق من نسبه العماير اساسات العماير وخزاناتها والخزانات بتاعتها؟ بيصرخ وبيقول الحقونا واغسونا من الموال ده، لكن الوضع الحالي اللي هو قدامنا بيقولوا لا دي ميه جوفيه، في حين انه هم لما بعتوا الموظف بتاعهم وسالناه لو سمحت انت بكره هتدخل لقبرك لوحدك عاوزين نعرف الميه دي ايه، ميه جوفيه ولا ميه من المواسير؟ قال والله ميه من المواسير بس اعمل معروف ما تهيكش عليها الاهالي. ده موظف من الاسكان. بالوقت انا الميه بص كده مشت فين داخله على البيت، لما ما لقيتش حاجه خالص قعدت اجيب بالتراب، ومرتي وعيالي، انا معايا ثلاث عيال يشيلوا في التراب فوق دماغهم، ومرتي تشيل تعمل سد. ليه بعمل سد انا؟ عشان ما تخش على بيتي اللي انا جايب قرض عشان ابنيه. انا ما معاش لا عزبه ولا ارض ولا دي ولا حاجه، والحكومه ما حدش سال فينا، انا مش تخصصي، يجيني المهندس يقول لي دي كذا ودي كذا، انا ليا الحل. انا بطالب رئيس الجمهوريه، رئيس مجلس الوزراء، اعضاء مجلس الشعب، الناس كلها تحلنا، اغيثونا. العيال بتغرق، بص الاطفال قدامك، دي النهار كله نايمه في الاوبئه والامراض دي. انا بتكلمش غير على حقي، انا مواطن في البلد دي. ما دام حاجه ظهرت لي كده تنجزني. بيتي ادي السد، ادي بص الميه شايف تسد الميه، بص انا عامل سدود، تعال اتفرج سيادتك، عامل سدود للميه عشان ما تخش على بيتي. وده غير ايه ده؟ معلش تعال يا استاذ غير عامل المجاري بتكسع بالسيف. عاد الحيط الميه داخله تحت الحيط، المية كلها ناخة مناك، أنا بدي كلها بيوتنا ناخة مناك، ننام على مية. دي مية تحت الحيطان. أنا بتكلم عندي اللي هي بيارة الصرف نزحها يوم الثلاثة اللي فات، النهارده الجمعة، أربع أيام ماخذ أربع نقل، وعلى حساب اللي هي العربيات الكسح الأهلية الخاصة، النقلة بياخذها مني ب 25 جنيه 100 جنيه في الأربع أيام. أنا مش ما عنديش استعداد. ها؟ أربع نقلات ب 100 جنيه في الأسبوع، أنا راجل موظف، حقدر على 400 جنيه كل أربع اسمه إيه ده؟ 100 جنيه كل أربع أيام؟ مش حقدر على 100 جنيه كل أربع أيام، احسبها لي في كام؟